هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان. كل شيء كمان تعوم بقى على الملائكة وعلى المنظور وعلى غير المنظور وعلى اللي احنا شايفينه بقى واللي هنشوفه بكرة، على الأرواح وعلى الأجساد، وكل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هنا التأكيد على فكرة أنه ما فيش مخلوق لم يخلق أو وجد بدون إرادة من الإبن. يبقى المسيح خالق الكل، وده تعبير في القداس الإغريقوري بنقوله احنا بنكلم المسيح نفسه، بنقول له خالق الكل، لأنه الآب خلق كل شيء بالإبن، كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. وقلنا دي تطبيقها في حياتنا، إن كل حاجة بتحصل في حياتك بالمسيح، يعني ما فيش حاجة بره ربنا. النفس اللي بتاخده، الحركة اللي بتتحرك، الفكرة اللي بتفكر فيها، وكل ده ربنا. ده ما بيلغيش إرادتك، لأن لو اتلغت إرادتك ما تبقاش صورة الله. يمكن الحيوانات ما لهمش إرادة زي الإنسان، إنسان حر إنه يعمل حاجة غير إرادة الله، لكن حتى ده بالمسيح، يعني إيه؟ الطاقة اللي عنده، الوجود اللي عنده، الحياة كلها به. عشان كده لما بولس وعظ في أريوسباغوس لجماعة اليونانيين الفلاسفة، كان عندهم شعر قديم، فلسفة تقول به نحيا ونتحرك ونوجد، استخدمها بولس لأنها تمشي مع عقيدتنا، يعني بالكلمة بالمسيح نحيا. ليست هناك حياة من غير المسيح، فيش كائن موجود بدون إرادة من ربنا، والوجود نحيا ونوجد ونتحرك. يبقى كل شيء يرجع إلى ربنا. ومن هنا لو الإنسان مركز في الحتة دي، يبقى كل نفس يبارك ربنا، كل حركة يبارك ربنا، كل خطوة في حياته يليق بها التسبيح. ليه؟ لأنه مالوش فضل بذاته، لم يوجد نفسه، لم يخلق نفسه، الإنسان مش مصدر حياته. عشان كل واحد بيتعجب الجماعة اللي بره دلوقتي لما يقول لك أنا هغير الجنس بتاعي. هو أنت اللي عملت روحك عشان تفكر تغير الجنس بتاعك؟ هو طب أنا هتخلص من حياتي، هو حياتك دي أساسا أنت اللي عملتها؟ إذا كانت بتاعتك تخلص منها، لكن هي مش بتاعتك، لأنك أنت ما أوجدتش نفسك، ما اديتش نفسك الحياة. فهنا الإيمان بأن احنا مخلوقين موجودين بإرادة من الله، الحياة دي مصدرها ربنا، وبالتالي لازم نرجع لربنا ونسأل ربنا ونستأذن ربنا ونعيش زي ما ربنا عاوزنا نعيش. ده الصح.